في جملة شهيرة للراحل غسان تويني بيقول فيها إنه الحرب اللي مرقت على لبنان كانت حرب الآخرين على أرضنا، لكن صديقنا الشاعر عباس بيضون أضاف عليها وقال إنه كانت حرب من أجل الآخرين على أرضنا. بالحالتين القصة فيها آخرين، آخرين على أرضنا، ونحن كما يبدو مجرد أدوات ومجرد ساحة، لا عرفنا نبني وطن ولا عرفنا نحافظ على مشروع وطن. بيرجع مرجوعنا للسؤال، مين هن هودي الآخرين؟ السؤال مش صعب، الجواب هو الصعب. وهيدي الحالة بتذكرني بواحد راح لعند الحكيم وقال له يا حكيم أنا كل ما حط إيدي على عيني ما بعود شوف. قام الحكيم بخش له إيده. اللي مش مبخوش فينا يرفع إيده. هذا رأيي، فكر فيها.